انعدام الخدمات بهذه المحطة في الليل، خاصة بالنسبة للمسافرين بين الولايات. وين يعاد أصبحوا أصبحت الحافلات يحطوا المسافرين خارج المحطة، وفي الليل كان يتعرضوا المسافرين للخطر. على هذا اللي كانت لنا زيارة وين خذينا الإجراءات لتدارك هذا النقص المسجل، خاصة في الفترة الليلية للمسافرين بين الولايات. هذه اللي كانت زيارة تاعنا المنطقة. سيد الولي طبعا هو في هذه حاليا قلنا كاينين الظاهرة هذه رانا سجلناها وين الحافلات راهم يعتمدوا يركبوا المسافرين خارج المحطة. على هذا خارج المحطة في أماكن غير مؤمنة، في الأماكن غير مؤمنة، على هذا اللي رانا اليوم تدخلنا باش نمنعوا توقف الحافلات و الحافلات بين الولايات خارج المحطة. طبعا هذا يرافق إجراء لأنه لازم نوفروا في المحطة ثانية، المحطة جات خارج المدينة نوفروا لها ثانية، ندعموا المداومة الليلية لسيارة الأجرة حتى باش نقضيوا على هذه الظاهرة السلبية إن شاء الله. هذيك استدرك هذوك الدعم المداومه تاع سياره تدعم المداومه هنايا وحل هذه تبقاو حلينها محلوله تبقاو حلينها محلوله لا البيبان محلوله تجي في اي وقت كاع محلوله كيف يجي مسافر ويتحط تحطوه يحطوه في الرومبو ولا يحطوه في الطريق معرض للخطر تاع لا لا هذه ما كانش عدو كل يدخلوا وندعموا هنا المداومه تاع الطاكسيات هنا ان شاء الله بصح لازم تامين المواطن للمسافرين ان شاء الله سيرتو هذو اللي راهم في الخطوط بين الولايات هما اللي يجيو جينيرالمون في الليل هما نتاع بين الولايات تندوف الجي كاينين خص المحطة تبقى محلولة دوك نشوفوا باش ندعموها بالمداومة تاع الطاكسيات بصح المواطن باش الكيران هذو يبقاو برا ما يزيدوش ما يزيدو يحطوا برا ما يزيدو يهزو من برا ان شاء الله ان شاء الله ما يعرضوش حياة الناس للخطر ان شاء الله ما كيران وصوم كاع راهم يصرجوا غير من عند الرومبا تاع الغزالات، ستادي النقطة السوداء وين راها الرومبا تاع الغزالات. تنقطع علينا هذيك النقطة السوداء تاع الرومبا تاع الغزالات سي بون. يولوا. ماشي تدخل لاجونسور. تاع الليل قليل ما كانش. كاين هما الكيران اللي كيعاينوا المواطنين يقولوا لهم بلي راني هاوي راني يقول له راني مثال عند لاباز راني عند كذا هذه الطريق هذه باينة تلقى فيه لوطوروت نورمال عادي يستنى فيه نورمال كاع. وحنا نتمنوا هذيك نقولوا حنا السلطات هاي وين جات، حنا نتمنوا يديروا معاهم اجراءات قانونيه وما يطبقوا لنا القانون، ما حنا نعيون عيون نديروا معاهم واش غندير معاهم. هي بالنسبه لزياره المحطه البريه لنقل المسافرين، هي كانت زياره على كل حال مش مبرمجه، كانت فجائيه، واعتمدنا زياره مفاجئه لانه تلقينا بعض الشكاوي انها الخدمات في الليل تنعدم الخدمات بهذه المحطه في الليل خاصه